التربة هي جزء الذي ينتمي إلى الغلاف الصخري ويكون أقل من ثلث الكوكب، لأن الماء يغطي معظم الأرض. التربة ضرورية للإنسان، لأنها فيها نزرع محاصيلنا ونبني مدننا ونقوم بمعظم نشاطنا اليومي. تربة الأرض مذهلة وجميلة أيضاً، وفي بعض الأماكن تكون وعرة وغابات كثيفة، وفي أماكن أخرى تكون مسطحة وغير مشجرة. توجد أماكن حيث تنخفض التربة بفعل الوديان وتزدان بالتكوينات الصخرية، وأماكن تكون التربة فيها غنية وخصبة، وأماكن تفتقر لنمو النبات. يشير مصطلح تدهور التربة إلى العمليات التي تدمرها. يحدث تدهور التربة كنتيجة للعواصف القوية، ولكن يؤدي الإنسان إلى ذلك أيضاً، من مشروعات التعمير إلى قطع الأخشاب والتنقيب عن البترول. حتى الزراعة تسبب تدهورها. تتسبب الزراعة في أنحاء العالم في التعرية لمليارات الأطنان من التربة السطحية، وهي الجزء العلوي المقدر باثنين إلى ثمانية بوصات من التربة بفعل الرياح والتجريف بفعل تعرية المياه. تحدث التعرية لأن الحرث يدمر الطبقة التي ينمو عليها النبات، وبالتالي لا يبقى شيء لحماية التربة ورطوبتها، وينتج أيضاً بسبب الرعي الجائر. ويحدث ذلك عندما ترعى الماشية على منطقة كبيرة من الأرض لمدة طويلة وتجردها من حياتها النباتية الواقية مسببة تعرية التربة. أحد الأمثلة الكلاسيكية على تعرية التربة هو قصعة الغبار، ويعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي في تكساس وأوكلاهوما ونيو مكسيكو وكلورادو. حدثت قصعة الغبار نتيجة لسنوات من الزراعة السيئة متزامنة مع فترة جفاف، مما سبب تحويل التربة السطحية لملايين من الأفدنة إلى غبار. أجبرت هذه الظروف مئات الآلاف من البشر على ترك منازلهم. واليوم تعمل مشكلات التعرية في أجزاء من العالم على تحويل المزارع الجيدة وأراضي المراعي إلى الصحراء. يعرف هذا النوع من تدهور التربة بالتصحر. أفضل طريقة للمزارعين للحفاظ على الأرض من التصحر هي الحفاظ على التربة، وهي أساليب زراعية مصممة للمساعدة في الحفاظ على رطوبة التربة.